الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان، وعفع سبحانه وتعالى شأن العلم والعلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقنا وأن تمن علينا بعلم نافع. اللهم ارزقنا علما نافعا وإيمانا صادقا وعملا متقبلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فأهل العلم على أن الناس ثلاثة، أي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع: عالم ومتعلم، وثالث لا خير فيه وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم. وقد قالوا: كن معلما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وكان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقالوا: من تعلم ثم عمل بما تعلم ثم علم الناس فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ولهذا بحث سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله ومن أولي العزم من الرسل عن العلم، وسعى في طلبه وبذل فيه جهدا ليتعلم من العبد الصالح المعروف بالخضر ويضبط بالخضر عليه السلام. وفي أدب جم، وفي أدب المتعلم مع المعلم، نبي الله موسى يقول للعبد الصالح: هل أتبعك؟ انظر إلى أدب الأنبياء، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن هنا ينبغي على المتعلم أن يكون شديد الأدب مع معلمه. وقد قال الشاعر: إن المعلم
والطبيب كليهما لا ينصحاني إذا هما لم يقاما. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحاني إذا هما لم يقاما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ولنا هنا وقفت. ما المقصود بالعلم؟ بعض الناس دون فهم يضيقون واسعا، فيظنون أن العلم الذي رفع الله فيه شأن العلماء وأتبع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم يقتصر على علوم الفقه أو الشريعة أو علوم الدين فحسب. الآيات والأحاديث جاءت عامة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لو أراد أن يقول علما شرعيا لقال علما، أي علم ينفع البشرية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وعندما قال فاسألوا أهل الذكر لم يقل اسألوا أهل الفقه فقط، ولا أهل التفسير فقط، ولا أهل الحديث فقط، ولا أهل الشريعة فقط، قال فاسألوا أهل الذكر ليشمل كل علم نافع. نسأل أهل الطب في الطب، وأهل الصيدلة في الصيدلة، وأهل الهندسة في الهندسة. فالعلم الحقيقي هو كل ما ينفع الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. وأؤكد لمن كان عنده شيء من الدخل أو عدم الفهم أو عدم إدراك الواقع، علوم الدنيا وطلبها لا يقل أجراً ولا ثواباً عن علوم الدين. بل نؤكد لكم أن الناس وأن العالم كله لن يحترم ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. لن يحترم العالم أمة متخلفة ولا شعبا متخلفا ولا دولة في ذيل الأمم ما لم نتفوق في أمور دنيانا. لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. العالم الآن لا يتقبل شعبا غازيا أو أمة معتدية. الأمة الرشيدة الآن ليست التي تغزو العالم بأسلحتها. ربما هناك مشكلات كثيرة وكلفة مالية وبشرية. الأمة الواعية الناضجة هي التي تغزو العالم بمنتجاتها بزراعتها. تزرع أمة تزرع فتنتج فتصدر. الأمة التي تغزو العالم بزراعتها وبتجاراتها وبصناعاتها وبثقافتها وبأطبائها الماهرين ومهندسيها المتقنين ومعلميها المخلصين هي الأمة الواعية، وهي الأمة المطبقة لشرع الله تطبيقا حقيقيا. فشرع الله لا ينتصر بالجدل وإنما بالعلم والعمل. وبالعلم تستصلح الأراضي، بالعلم تطور السلالات الزراعية والسلالات الحيوانية، وفي علم الهندسة الوراثية وعلم تطوير السلالات ما فيه من التقدم مما يضاعف الإنتاجية، سواء في مجال الزراعة أم في مجال الإنتاج الزراعي السمكي أم في مجال الإنتاج الحيواني. كل ذلك بالعلم. الاقتصاد، تقنيات استخدام المياه، بالعلم تستصلح الأراضي، بالعلم تطور السلالات الزراعية والحيوانية، بالعلم تقاوم آفات النبات وآفات وكل الآفات التي يمكن أن تدمر أي إنتاج زراعي. بالعلم تدار التجارات. التجارة الآن ليست فهلوة، التجارة الآن علم وأصول وشركات ومؤسسات وشركات عربية للقارات. بالعلم تدار التجارات، بالعلم تطور الصناعات، بالعلم تستخرج الثروات التعدينية، حقول الغاز والنفط، بالعلم
تخطط المدن بالعلم تبنى الدول. ولذا كان محمود سامي البارودي يقول بقوة العلم بقوة العلم تقوى شوكة الدول. ليس بالفقه وحده، نحتاج إلى أطباء ماهرين وإلى مهندسين متقنين وإلى عمال محترفين مهرة. وكنت يعني بالأمس أو أمس تحديداً في إحدى الدول الشقيقة، وكم أسعدني أن تحدث أحد المسؤولين أحد كبار المسؤولين عن مهارة الصانع المصري والعامل المصري. هذا هو الدين الحقيقي وهذا هو التطبيق الحقيقي لمعنى الدين. نحتاج إلى عاملين مهرة وصناع ومحترفين مهرة يعطون الأنموذج لدينهم ودنياهم صدقاً وإيماناً وعملاً ومهنيةً بقوة العلم، لا بقوة الجدل ولا بقوة الكلام، بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، بقوة العلم تقوى شوكة الأمم. فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. ويقول الآخر بالعلم، بالعلم أولاً، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. أروني أي دولة أو أي حضارة قامت على جهل أو تخلف. بل يقول القائل أروني أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليمان، أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني. ولذا كان الشاعر يقول ما الفخر إلا لأهل العلم، لم يقل العلم الشرعي فقط، العلم في جميع المجالات، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. ويقول الآخر علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. نحتاج إلى إعلاء شأن العلم، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وما أنفقته على تعليم أبنائك إذا كنت كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهم تنفق على أهلك فهو في سبيل الله، فمن أعلى درجات الإنفاق ما تنفق على بناء أبنائك علميا وثقافيا وعلى تأهيلهم ليكونوا وطنيين نافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فما بالك إذا كان الولد الصالح عالما، فقد تركت العلم وتركت الولد الصالح العالم الذي ينفع الله به البلاد والعباد. ومن هنا نقول أيضا إنما ينفق على التعليم، وإن التبرع بأرض لبناء المدارس أو ببناء مدرسة أو بتجهيز مدرسة أو بالإنفاق على طلاب العلم الفقراء أو بسداد مصروفات الأيتام من كان أو بقضاء حاجات الأيتام والفقراء في التعليم من أفضل الصدقات والقربات إلى الله. فإذا كان بالعلم تبنى الأمم فكل ما ينفق على التعليم، ومن ثم نؤكد على كل الوطنيين الشرفاء القادرين أن يسهموا ما استطاعوا في بكل قوة في النهضة العلمية وتبني الكفاءات العلمية وتبني المتميزين علميا. فكل ما ينفق على التعليم هو إنفاق في سبيل الله عز وجل، ومن أعلى القربات ومن أعلى النفقات. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا
وأن يزكانا ما نسينا وأن يرزقنا حسن الفهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. بقيت نقاط نحاول أن نلخصها على عجل. هل بالعلم وحده تبنى الأمم؟ العلم نوعان، بعض الناس يتعلمون العلم للجدل، لمجاة السفهاء أو مباهاة العلماء، أو أن يصرفوا إلى أنفسهم وجوه الناس ليقال هذا عالم، علمت ليقال عليك عالم، وقد قيل عليك ذلك، فليس لك إلا ما قد قيل عليك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ليس العلم ما حفظ، ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. أن يتحول إلى نفع الناس وبناء الدول العلم، فنقول بالعلم والعمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فليس أي عمل، العمل المتقن. فليحرص كل منا معلما أو طبيبا أو مهندسا أو زارعا أو صانعا أو حرفيا أن يتقن عمله، وأن يراقب الله عز وجل، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به، وأن يضع نفسه مكان المستفيد بالصنعة أو الحرفة أو الآلة. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وكما تدين تدان، إن أتقنت أتقن لك، وإن أهملت لقيت سوء عاقبة في الدنيا والآخرة. الجانب الآخر، العلم يهذب الأخلاق والطباع. وقد كتبت قبل ذلك: وجوه العلماء ليست كالحة ولا عبوسة، العلم ينير وجه صاحبه ويرزقه السماحة واليسر. فإن وجدت إنسانا كئيبا كئيبا مبتئسا ميأسا متشددا، فلا هو من العلم ولا العلم منه في سبيل. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. لا تحسبن العلم ينفع وحده. إياك أن تظن إنك فقط بمجرد حفظ القرآن أو حفظ مجموعة من الأحاديث، لا، ما لم يتحول ذلك إلى عمل وإلى رحمة بالناس وإلى تيسير على الناس. القرآن نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، العلم حجة لك أو عليك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإسلام دين اليسر، دين السماحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولن تكون حكمة إلا إذا كنت ميسرا. إنما بعثتم ميسرين. من شدد شدد الله عليه، ومن يسر يسر الله له. والدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال: الليالي جرعتني على القمى. قلت: ابتسم، ولئن جرعت على القمى فلعل غيرك إن رآك مؤنما ترك الكآبة جانبا وتجهما. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل. وقسوة القلب تنطبع على قسوة الوجه، فتجد صاحبه يعني ميأسا صادا بصورته، بدل أن يكون داعيا إلى منهج الله يصبح بتشدده صادا عن دين الله. وبدل أن يجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا يجعلهم يخرجون من دين الله أفواجا بعنته وتشدده وغلظته وفظاظته. فالمسلم سهل هين لين يألف ويؤلف، والكافر فظ غليظ لا يألف ولا يؤلف. فإن وجدت إنسانا يألف ويؤلف محبوبا ميسرا فهذا من علامات الإسلام. وإن وجدت إنسانا لا يألف ولا يؤلف صادا متشددا معسرا على الناس
فلم يفهم الإسلام شيئا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والعلم ما لم تكتنفه شمائله، شمائل طيبة، شمائل كريمة، كان مطية الإخفاقي، كان على العكس، كان شاهدا لك لا عليك. ما أختم به، فرق بين إنسان ألم ببعض الأمور البسيطة وعاف بعض الآداب العامة، عاف أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة وأن بر الوالدين من الإيمان، ثم يأتي لينصب نفسه عالما ومفتيا. إن من أخطر الأمور على دين الناس ودنياهم، إن من أخطر الأمور في عصرنا الحاضر على دين الناس ودنياهم أناس نصبوا أنفسهم للفتوى وتحدثوا في دين الله بدون علم ودون إدراك للواقع ودون مؤهلات، مجترئين على أهل الاختصاص وعلى القانون وعلى الشرع، وحاولوا أن يحاولون أن يلتفوا. العلم شيء ليس باليسير. إذا كنا نحترم التخصص في الطب والهندسة والصيدلة والقانون، فعلينا أن نحترم أهل الاختصاص في كل شيء. صحيح الأداب العامة والمواعظ العامة كالحس على بر الوالدين أو الصدق أو الأمانة، هذا مما تعرف عليه الناس. أما أن يتحول الأمر إلى الحديث في الشأن العام وفي قضايا الأمم والدول، فإن من يتحدثون في دين الله بدون علم ويفتون دون إدراك للواقع ودون استكمال لمؤهلات الفتوى، خطر دائم على دين الناس وعلى دنياهم، وأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. وأؤكد، أمتنا أمة متدينة بفطرتها، وشعوبنا شعوب متدينة بطبيعتها، فإما أن نذهب إلى خطاب ديني رشيد مستنير نعمر الدنيا بالدين، ديننا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريب الدنيا باسم الدين. فكل من يأخذك إلى التزمد أو التكلف أو التشدد أو الهدم أو التخريب يأخذك إلى ما يناقض الأديان، وكل ما يأخذك إلى البناء والتعمير والرحمة والسماحة والألفة والمودة فيأخذك إلى صحيح الأديان وإلى مقاصدها الشرعية. لا بد لمن يتحدث أن يدرك فقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه المآلات، وهذا أمر ليس بالسهل اليسير حتى على المتخصصين. ولذلك في اجتماع المجلس التنفيذي لدول العالم الإسلامي أكدنا بالإجماع، وأزيع ذلك في نشرات الرسمية للدول الشقيقة نحيل إليها، أكدنا بالإجماع أنه لا بد من تحصين المنابر من الدخلاء وغير المتخصصين، وحتى المتخصصين غير المرخص لهم بصعود المنابر أو الحديث في الفتوى تقديسا وإحقاقا وإعمالا للقانون، وما عليه القانون يجب أن يحترم، وما وإلا لأصبح الناس بلا فوضى وبلا قانون، وأصبحت كل جماعة أو كل حزب أو كل قبيلة أو كل مجموعة تسن لها قانونا خارج قانون الدولة. ومن لم يحترم القانون لم يحترم الشرع ولم يحترم الوطنية ولم يحترم البلد الذي يعيش فيه. من هنا نؤكد على أن الحديث في دين الله وبمناسبة اليوم العالمي للفتوى، أن الفتوى بدون علم خطأ دائم على دين الناس وعلى دنياهم. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء الجهل والعي السؤال والتعلم، ومن قال لا أعلم قلنا له تعلم، ومن قال لا أستطيع قلنا له حاول، ومن قال مستحيل قلنا له جرب. نحتاج إلى العلم بكل أشكاله وكل أنواعه وكل جوانبه، فالدول تبنى بالعلم لا تبنى بالجهل. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. نحن نحتاج إلى من يدرك فقه الواقع، فقه الواقع والإيمان بالواقع أحد أهم أركان الفتوى التي يجب أن نتسلح وأن نسلح أنفسنا بها. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا
وجسدا على البلاء صابعها. اللهم علمنا ما جهلنا، وزكينا ما نسينا، وارزقنا حسن الفهم لديننا. اللهم ارزقنا حسن الفهم لديننا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا حسن العمل. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا الا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا سددته، ولا مريضا الا شفيته. واجعلنا من اهل شفاعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا عند الحوض بيده الشريفه شربه لا نظمأ بعدها ابدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله اقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.